السؤال الشهير اليومين دول، الدعامة داخل النسيج الكهفي ولا خارج النسيج الكهفي؟ قولا واحدا، الدعامة داخل النسيج الكهفي، مفيش حاجة اسمها الدعامة خارج النسيج الكهفي. والمفاجأة هو مفيش حاجة أساسا اسمها النسيج الكهفي، وده اللي احنا هنتكلم عنه باستفاضة في فيديو مستقل. لكن قولا واحدا، دعامة جوه النسيج الكهفي، مفيش حاجة اسمها دعامة بره النسيج الكهفي. النسيج الكهفي ملوش أي قيمة في عملية الانتصاب، ملوش أي معنى إن احنا نحافظ عليه. كل دي طرق غير صحيحة لإجراء العملية. كل الكتب في العالم أجمعت إن الدعامة بتتحط جوه النسيج الكهفي، وبأجمر بياس ممكن ملهاش أي معنى أبدا إن احنا نحافظ على النسيج الكهفي، لأنه ملوش أي قيمة.